الناس فاكرة ان الابتكار ده عبارة عن ملكة بتتولد بيها او تفاحة بتقع على راس نيوتن فيجيله فكرة. لا، الابتكار دوت علم لو اتعلمناه نقدر نبتكر يوميا ونبدع كل يوم، ونحول الابداعات والابتكارات ديت لشركات والمنتجات في مجتمعنا. الموقع ده هيبقى عليه الادوات، العلم اللي يقدر يساعد المصريين وابناء مصر على تعلم كيفية الابتكار. اوقات كتيرة جدا لما بنروح الجامعات المصرية وبنشوف الشباب وهم عايزين يتعلموا الابتكار والشغف الكبير اللي بلاقيهم في عينيهم ان هم عايزين يتعلموا ازاي يقدروا يبنوا الشركات بتاعتهم وازاي ان هم يبتكروا، اخيرا في منصة الكترونية في مصر ممكن تديهم الادوات والتعليم اللي هم محتاجينه عن الابتكار. في اتجاهات تكنولوجية كتيرة بتحصل حوالينا زي الانترنت اوف ثينجز، شيرد ايكونومي وسوشيال ميديا. كل واحدة من الاتجاهات التكنولوجية دي بتؤدي إلى نماذج عمل جديدة. في منصة إبداع مصر هتتعرف على إيه الاتجاهات التكنولوجية الجديدة دي وإيه نماذج العمل المختلفة اللي أنت ممكن تبتدي بيها كرائد أعمال. EgyptInnovate هي منصة للإبداع معمولة للشباب والأنتربرينور في مصر إن هم يقدروا يخشوا بأفكارهم ويقدروا كمان إن هم يوصلوا لكل الريسورسز المتاحة ليهم ان هم يطوروا بيها فكرتهم. بلاتفورم زي EgyptInnovate هيقلل وقت الستارت ابس محتاجين عشان يقرب، هيساعد ستارت ابس كتيره في ان هي ما تكونش محتاجه راس مال كبير، لان هيلاقي في نفس المكان ستارت ابس كتيره في نفس الستيج بتاعته يقدر ياخد منها اي معلومات تقدر تساعده، هيلاقي انفسترز كتيره متحمسين للمشروع بتاعه يقدروا يفند المشروع بتاعه، وده هيساعد في ان احنا نبني فرص عمل اكتر، وهيساعد في ان احنا نحسن الابداع ونكبر الابداع في مصر. احنا ستارت اب vidmy.com فيديو كيوريشن بلاتفورم. منصه ابداع مصر بتساعدنا ان احنا نتواصل مع الستارت ابس والمنتورز اللي جوه مصر واللي خارج مصر، بتساعدنا ان احنا نكتشف ادوات اونلاين بتساعدنا في شغلنا. المحتوى اللي على منصه ابداع مصر ليه مصادر مختلفه، منها رواد الاعمال اللي هيكلمونا على تجاربهم وقصصهم، قصص نجاحهم وحتى قصص الفشل بتاعتهم نتعلم منها. منها خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة زي مجال التسويق والإدارة والقانون، هيكلمونا على إزاي نقدر نطبق العلوم دي في مجال الإبداع. ومنها كمان الباحثين اللي هيحكوا لنا على اتجاهات البحث بتاعتهم والنتائج اللي وصلت. Yeah, I really think what they're doing here at EgyptInnovate is very important for the region. Getting access to information and resources in a single place online, sort of this online platform, is going to really help entrepreneurs and others in the ecosystem find what they need and get access, have information right at their fingertips.